مساء الخير على مشاهدين تلفزيون النهار. حقيقة النهارده معانا ثلاث نجوم مكسرين الدنيا. صعب قوي ان انت تجمع ثلاث اساطير او ثلاث نجوم في الاغنيه الشعبيه من ثلاث اجيال مختلفه. صعب، اللي كان اصعب كمان ان هم يتجمعوا في اغنيه واحده. بس لما الصعب ده يحصل طبيعي الاغنيه دي تبقى اكتر اغنيه منتشره في العالم، مش في مصر، مش في امريكا، مش في اوروبا، مش في افريقيا. النهارده معانا ثلاثه نجوم كبار قوي، ثلاثه نجوم عملوا اغنيه كبيره سطلانة، نجم حمدي باتشان، مكسرة العالم دي حقيقه، نجم محمود الليثي، نجم حسن الخلعي. منورنا. منورنا وجايين من نجاحات كتير. انت طبعا كل واحد فيكم ناجح طبعا في شغله. الحمد لله. استاذ حمدي من الثمانينات وانت طالع. ايه الاساس كده؟ ايه الاساس كده؟ الالفينات والتسعينات. وحسن الخلعي برضه تاريخه كبير مع رغم سنه الصغير. بس قبل اي حاجه، طبعا انت قدمت الحلقه تقديمه حلوه جدا. واحنا يعني انا بيبقى ليا الشرف ان انا اغني مع عم حمدي باتشان اصلا، مع محمود الليثي، يعني دي حاجه كبيره جدا، مع عبد الباسط عشان مش موجود. عبد الباسط بينحت يا جماعه، عنده محتاج. فطبعا انا يعني عشان التقديمه بس بتاعتك. لا منورنا. وطبيعي ان في اخر السنه لما تبقى في اغنيه عندنا من مصر تنجح النجاح الكبير ده، وده قليل لما بيحصل. يعني يمكن اكتر حاجه شفنا النجاح ده كان زمان ماكارينا، كان زمان جانجام ستايل. بالظبط. ما كانش فيه اغنيه ممكن تستمع في كل الوان العالم وفي كل اماكن العالم زي سطلانة. ممكن بقى نحكي اصلا سطلانة الفكره جت منين، وايه كلمه سطلانة يعني جت ازاي؟ الاول طبعا انا بحييكم وبحب اهواد وبحبك طبعا. ربنا يكرمكم. هو الفكره كلها ان احنا كنا بنعمل في فيلم الاستاذ علي ربيع اسمه بعد الشر. بعد الشر طلب مننا الحاج احمد السكر انا وحسن نعمل غنوه ليه. رحنا عملنا غنوه ما عجبتوش. لقيت علي بيكلمني قال لي في غنوه مع الاستاذ هاني محروس جايب فيها هو المؤلف والموزع والملحن. قال لنا روحوا ايه؟ روحوا غنوها. يعني او اسمعوها الاول. سمعناها طبعا اول حاجه هوري ان اللون طبعا حسيتوا ان دي هتكسر الدنيا فعلا وعجبتكم ولا لا؟ بقى لما غنينا هي بعد ما غنيت. لا لما غنينا قلت الحقيقة الحقيقة خالص بجد. يعني احنا لما سمعنا الغنوة لا هي الغنوة عادية ما حسيتوا هي مش مقسوم واللي بيرقص بتاعنا مش بتاعتنا خالص. استاتيك قوي. المهم رحت رايح قلت لحسن قلت له بقول لك احنا كده ايه مش مالناش لقمة عيش في العيد الصغير مع علي ربيع. قال لي لا يابا لينا ما تخافش. المهم رحت متصل بحسن واخده في العربية يلا اركب ونروح نعدي على عباس حمودة ايه ناخده. استاذ عباس حموده طبعا النجم الكبير. رحت لعبد الباسط انزل لي معلش وعشان خاطري والنبي والنبي لا ولا اشمعها ولا اي عارف حاجه انا ما اعرفش حاجه على غيره. المهم يفتح الباب رحنا خش رحنا داخلينه ورحنا رايحين فضحتوه. الغنوه ليها اجزاء كده يعني شاطره وترجع نرجع كنكه بن وبعدين نرجع واحد يقول كوبليه وواحد كنكه بن وبعدين حسن يقول كوبليه فاهمني وانا اقفل الغنوه. فقلت له ابو رامي عارف الغنوه دي انا نفسي مين يغني فيها؟ نفسي مين يغني فيها بس يوافق؟ قال لي مين يا باشا؟ قلت له صراحه قدام حسن. قلت له عم حمدي باتشان حبيب والله حبيب. قال لي طب انت ايه؟ انا ده حبيبي واجيبه. قلت له انا سيبني انا يعني انا اخش له ايه ده كان محمد ابنه حبيبي قوي. رحت مكلمه انا وحسن وعايزين بابا يجي يغني في الغنوه عند الاستاذ هاني محروس. استاذ هاني محروس هو اللي عامل الغنوه دي كلها من اولها لاخرها. صح. وكريم السبكي بقى هو مع علي ربيع في الفيلم. يعني الاستاذ كريم السبكي طبعا هو المشرف على الانتاج. بس كريم هو اللي قال لنا روحوا غنوا بأصالة اللي تشبث بالاغنيه. كريم بس الاغنيه دي كانت اربع كوبليهات يعني معموله لاربعه. لا هي كانت ثلاث كوبليهات مش اربعه. ده اللي حصل بالظبط. ما احنا لما عم حمدي جه والليثي كان موجود وعم عبد الباسط كان موجود فهم كانوا ثلاث كوبلات. بس انا كنت خلاص بعمل الغنوه انا مش مركز ان انا اغني فيها. انا تمام انا بعملها لعم احمد وكريم يعني مفيش مشكله. فكريم قال لي لا انت لازم ايه لازم تغني في الاغنيه. فعملنا كوبليه واحنا في الاستوديو ساعتها الرابع ده. والليثي سمع الكوبليه قال لي ده جامد جدا وبتاع. المهم دخلنا غنينا وخلاص موضوع الغنوه ايه كده احنا. طب سؤال، هو ليه انت قررت ان انتوا تغنوها اكتر من واحد مع ان الاغنيه دي ممكن واحد يغنيها؟ لا بعد اذنك. على فكره الغنوه الاساسيه اللي كان هيغنيها الاول لوحده في الفيلم خالص كان محمود الليثي. اللي هو اللي احنا كنا هنعمله اللي هو كان الليثي غير سطلانة. لا غير سطلانة. غير سطلانة. ده كان الليثي اللي هيعملها. ما عجبتش يا عم احمد. ما عجبتوش.
انا بقى نفسي اغني جنب عم عباسط وجنب عم حمدي وحسن يبقى معانا وانا نفسي اغني معاهم كلهم وحسن يبقى معانا وكده عايزين نغني عايزين نعمل توليفه حلوه كده. عم حمدي لما الليسي كلمك ايه بقى اللي حصل وقتها؟ اصلا انا بحب الليسي جدا حبيبي والله كلنا بنحب الليسي على المستوى الشخصي ويعلم ربنا يعني الحمد لله. فلما قال كلم محمد وكلمني اتصلت بيه وقتي قلت له معاك معاك من غير تفكير ولا عرض عليك الاغنيه ولا انا عارف راح ولا عارف حرف من غيره انت ضامن ضامن ليه انا بحبه عايز اضمنه بالظبط كده اكيد اعمله مزيكا يعني حلوه لا يعني هو فاهم ان انت مطرب فاهم مش بتوعي كلام طبعا طبعا. فروحنا الاستوديو سمعت الجمله بتاعتي فقلت لهاني محروس انا هغني جمله ريستاتيف يعني الكوبليه بتاعي ريستاتيف ما فيهوش طرب يعني فقال لي بس اعملها كده والنبي تديني يا شيف حب الدلع في الرغيف قال لي بعد كده هخليك تغني يعني في كوبليه هتغنيه انت وعبد الباسط لو هو كده راكب دماغي ودايس راكب دماغي ودايس خالص المهم نزلت الغنوه فمن كرم ربنا نزلت في الفيلم مع علي جميل طبعا جه الماتش بتاع الاهلي هو ده اللي هنتكلم عليه هو ده اللي هو ده تقريبا هو ده السر لنجاح الغنوه دي بعد ربنا هو مين بقى اللي خلينا نمشيها ونروح نزلت الاغنيه ما حققتش النجاح اللي هو بتاعها لسه ما اتسمعتش ده حقيقي لانها ما خدتش وقت كبير في النزول يعني شهر ونص بالظبط يعني قعدت شهر ليكو بتنزل اول ما بتنزل بتضرب بالظبط يعني قعدت شهر ونص ما حدش واخد باله منها مفيش حاجة ما حدش واخد باله منها مره واحده بس حصل بوم بس هقول لك ليه هوري برده ما حدش خد باله منها انت بتبقى ده الفيلم ده كان عيد صغير فانت خارج من رمضان بمسلسلات باحداث بحاجات كتير جدا فالناس ما بتبقاش مركزه قوي في موضوع الاغاني بعد رمضان ده وصلاه تراويح فالناس بتبقى في حته ثانيه فاهمني فهو كرم ربنا ان هي يعتبر كده والفيلم نزل ونجح وحقق ايرادات تمام وكله تمام بس هي نجحت مع موضوع النادي الاهلي بس صراحه مهما كان يقول لي ايه بقى عارف فادي ليسي الغنوه دي على اليوتيوب مش عامله حاجه بس لما بتشتغل في السينما بتكسر السينما الناس بترقص عليها وبتاع الناس بتهيص هيصه مش قادر عايز اصور لك اقول لها بعمل والاطفال بالذات انا بالنسبه لي الغنوه دي رزق نجحت صح طبعا ما نجحتش دي رزق من عند ربنا ربنا كرمك بيها خلاص تيجي فات الماتش وطاهر محمد طاهر محمد طاهر هو الحقيقي ان هو طاهر محمد طاهر ولا مش طاهر امال مين هو طاهر اللي مسك السماعه لكن اللي كان جايب السماعه وحاطط فيها الاغنيه عمرو السلي السلي لكن مش هو ربنا قال له حط ايدك على حط ايدك على الغنوه دي طب والله السلي كان بيقول بيكلم حبايبي يعني اخواتي يعني بيقول لهم والله العظيم انا ايدي ما جت على البتاعه دي غير من عند ربنا انا بدوس بالصدفه دي بتشتغل اشتغلت طبعا ايوه هو ربنا اللي رايد الغنوه تنجح يعني ينفع النادي الاهلي العظيم طبعا هو اللي بقول لك إيه؟ ربنا ينفع العظيم الغنوه دي تغني محمود الليسي محمد صلاح يكلم محمود الليسي على تليفونه يكلمنيش يعني كلم محمود الليسي ما كلمنيش كنت قاعد في البنك وحبيبي انا وصديقي كابتن مصر كابتن كهربا محمود أيوة. حبيبي وهم كان عندهم في معسكر للمنتخب وقال لي فكلمني وانا كنت قاعد في المنتخب بقول له ربنا يوفقك وخليك لينا كابتن كابتن مصر وبتاع قال له خد واحد حبيبك عايز يسلم عليك فببص لقيت كابتن محمد صلاح ايه ده ده مش حبيبي ده حبيب الملايين في البنك مش مصدقين كابتن مصر قال لي حلوه الغنوه ربنا يوفقك يا ليسي وانا بحبك والله ده كنت عايز تتسجل المكالمه دي مش عن الكلام بحبه فطبعا بس ان الاغنيه توصل لكل العالميه للعالميه الحقيقه مفيش ماتش مفيش حاجه مفرحه حتى بعيد عن الفوتبول كره القدم يا احمد اي حاجه اي حاجه فيها نجاح اي حاجه فيها فاني سطلانة. فيها اي افراح عيد ميلاد اطفال كبار للاسف يا ماما كل نشيد وطني في الافراح دي حقيقه سبحان الله سبحان الله انت شفت النجاح ازاي يا محمد جالي تليفونات من بره من كاليفورنيا ومن فرنسا انا عارف ان انت قعدت فتره كبيره في اوروبا وفي امريكا جالي تليفونات ناس بيتعشوا في ريستوران ومشغلين النبي تديني يا شيف واديني كنكه بن ومشغلين الغنوه
في اوروبا وفي في كاليفورنيا. كاليفورنيا في امريكا كمان. مدرسه الكوره في ريال مدريد بتاعت الصغيرين مانشستر يونايتد مانشستر مظبوط. أيوة. هم مش فاهمين الاغنيه بس هي حالتها اللي مدياهم الحاله. هي سبحان الله الافيه حلو مع الهتاف مع رضا ربنا قبل كل ده بهتاف كوره. هتاف كوره بس عايز اقول لك على حاجه يا احمد بجد يعني في اغاني كتير جدا نجحت كتير جدا نجحت في العالم كله بس الغنوة دي نجحت نجاح مستمر غير طبيعي. لا صح. غير مستمر غير طبيعي يعني هي نجحت نجاح صح. مش احنا بنقول مثلا دي الغنوة مكسرة مصر لا دي مكسرة العالم عشان كده بقول لك ده بيحصل كل 10 سنين مرة يعني ماكارينا ماكارينا كانت بعد كده كانجا ستايل صح بعد كده سطلانة بعد كده كانت سطلانة لو دورت هتلاقي ان في 10 سنين كل 10 سنين بتطلع غنوة في العالم عالمية بس ما طلعتش من مصر قبل كده يمكن طلعت زمان وهو يقدر يقول لنا عم حمدي وقت الاساتوك اساتوك طبعا الاساتوك ان الاغنيه دي جت في وقتها عملت دوشه بره كمان بره مصر يمكن جداً. مش في الوطن العربي بس دي لا حدوته معايا يعني ايه بقى اللي حصل كنت اول مره طبعا اول شريط ليا وتحديدا في 88 اتفقنا على الاغاني مع المنتج خلاص مع الشركه وجيت عند غنوه الاساتوك دي وانا اقول للمنتج انا عايز اغني مش عايز اغني دي ما فيهاش غنى انا لسه كنت هو اسالك السؤال ده عم عندي ان انت صوتك طربي وبتغني كويس جدا اساتوك اغنيه خفيفه ما هو ده اللي انا قلته فقال لي خلاص انت فاضل لك عندي فلوس لو ما غنيتش مش هتاخدها قلت له لا اخش اغنيها بقى هاد الفلوس هنغني فعمر المهندس عمر فوده قال لي بص انت بتتخانق مع واحد مش هتغني له قلت له صح قال لي انا عايز خناقه فغنيت الاساتوك ونزل الشريط بعد ساعتين من كان في الشركه كانت في الموسكي فبتوع الشرايط كلهم حاطين الشريط على التسجيلات فالراجل لقى نسبه البيع جامده جدا فجاه راحت عامله بوم سبحان الله بسرعه رهيبه انا مش متخيلها انت كنت متخيل اغنيه ايه اللي هتقول لك على سر انا ما كنتش لسه حفظتها وانت غنيتها ازاي ورق بالورق اي ما في الاستوديو بنغني ورق انا فاهم بس يعني في ساعات بتقعد تسمعها شويه جايد او بتاع فبتحفظ فالغنوه نزلت راحت عامله بوم ايه على مستوى ودتني بقى لففتني بصراحه يعني طبعا عشان تنجح في التوقيت ده كان النجاح صعب ايام ما كانش في سوشيال ميديا الموسيقار كان عايش الله عليك يا وليس ما كانش ينفع بس طبعا بربنا كل حاجه تنفع طبعا طبعا ونعمل طب ما تدينا بقى حته اساتوك كلمني فهمني كلمني كلم كلمني فهمني فهم فهمني ايه الاساتوك ده اللي ماشي توكي ده ايه ورد الجناين ده اللي صاحي نايم ده ايه يا راجل انت ده ايه اللي انت عامله ده عيب عليك في السن ده اطلع منك كل ده كلمني فهمني كلمني كلمني الله كلنا ضحكنا مبارك مبارك يا بهجة يا بهجة انا لحد دلوقتي بغنيها في الاوردر حبيبي انت بتغني كل ده 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 بس انا لسه مغني نفس مرامين عايزين حق الاداء العالي بس اللي غني اي غنوه من بتوعي اقسم بالله موافق جدا تسلم يا نجم خليك يا بص هو اللي على قد تيمة قلبه وجدعنته على قد ما هو فنان وبيفهم مزيكا ناس كتير ما تعرفش ان الليسي بيغني كل حاجه لا وبيفهم في المزيكا لا بيفهم جدا يعني انا حضرت بقى اغاني كتير ناس يمكن مكتوبه باسامي ملحنين تانيين وكان هي حالي ليسي وكنت اجي اقول له يا ليسي ما انت اللي يقول لي يا عم انا ربنا انا مطرب ده رزقه اقول له ده ما انت اللي عملتها مش مهم انت فاكر كذا مره في كذا فيلم مرتين ثلاثه ايوه انا حضرتهم اقسم بالله واقول لك اقول له لا رزق. هو ربنا كاتب له ان دي رزقه هو هقول لك انا يعني انا عن نفسي انا مثلا انا بعتبر ان المزيكا دي كلها بتاعتي انا كده شفت ده بعد ده انا واحده مش بكذب انا اقول لك حقيقه هواري بحس ان كل المزيكا اللي اتعملت واللي لسه هتتعمل واللي راحت واللي بتاعتنا ليه يا بيه ليه تواضع ده بقى اقول انا بحب اصل انا بحب المزيكا نفسها مش بحبها عشان شهرتها ولا فلوسها ولا كلام انا بحبها هي يعني انا معجون فيها بسبب ان هي
بتبسطني، بتخلي حالتي النفسيه حلوه. ببقى مبسوط. يعني انت من صغرك كان نفسك تكون نمر؟ وانا طفل، وانا عندي 11 سنه والله العظيم. فاجئني بحاجه مره، كنت رايح اقعد معاه فلقيته حاطط اللابتوب بتاعه، وراح اول ما عدت راح مطلع لي ورقه من جيبه عامل خطه. عامل خطه. خطه ايه؟ خطه المزيكا بتاعته. حياه امي. يعني عامل خطه؟ خطه يعني الجملة ده. لا وكان موال ينفع يعني هو يسمع يخش عندي من الاخر حد لا لا بعد الشهر. انا عايز عم حمدي، مش قصدي ان انا اسمع عم حمدي، انا عايز عم حمدي يغني معايا. فعشان هو يغني معايا انا عايز يا هواري اعمل خطه. انا انا في حياتي يا هواري كل نجاحاتي بفضل الله الاول، ربنا كرمه الاول ينجح حاجه، بس في خطه انا عاملها. ازاي؟ انا عايز مثلا ايه اقول مثلا انا قلت تتتي لا لا تتتي لا لا تتتي تتتتي ماشي تمام. انا عايز اجيب بنت وسطينا انا وعم حمدي تقول لك قلبي ملك انت بيه انا حره منه فيه. اذا انت قلبتها وانت قاعد خلاص كده مسكته. وعم حمدي يخش يتنقل عليا واعمل ويه بيتخيل الموضوع. انا دي خطه. فعم حمدي رحت انا مطلع اللاب قدام باسم منير، هو مش عايز يقول قدام باسم منير اقعد يا عم حمدي قعد. روح مطلع، قلت مطلع اللاب توب، قلت له دي غنوه 2 3 4 هنعملهم مع بعض. امين نقرا الفاتحه يلا بينا على امين. رحت مطلع الورق قلت له انت هتغني كذا والبنت هتغني كذا وما تاخدش كذا. عم حمدي موافق على اي حاجه انت بتعملها. مش مصدق هو اللي قال، مش انا اللي قلت، انا اللي طلعت الورقه من جيبي ورحت قلت له الخطه ايه. احنا هنمشي واحد. طب انت قلت لي هو هيقول ايه والبنت هتقول ايه، انت هتقول انت قلت ايه بقى؟ ما انا اللي هقول. انا قلبي بنت الايه ما اعرفش ايه ده. انت انا لو قلت لي ايه ده هتقول السهله الحلوه السهله الجميله دي. وعم حمدي هو اللي يقول الحته اللي انا عايزها من صوته. بص يا احمد انا بحب قوي 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 كل واحد فينا ربنا خلقه بميزه. حسن عنده ميزه، عم حمدي عنده ميزه، عبد الباسط عنده ميزه، طارق الشيخ عنده ميزه، عم مجد طلعت الله يرحمه عنده ميزه، عم عبد الاسكندراني عنده ميزه، المدرسه الكبيره احمد عدويه عنده ميزه، استاذ حسن الاسمر عنده ميزه، في صوته ميزه صح. حته يلمع فيها انا الوحيد اللي اعرفها. سبحان الله. هو عارف هو ده بيلمع في الحته دي. نقي الكوبلهات شيبه ده من اجمل الاصوات اللي ربنا خلقها. عارف صوته يرن فين صح. انا عارف انا دي شغلتي يعني. بس يا يمنى بقى اقول لك على حاجه بجد والله على الليسي، انا في حياتي ما شفت مطرب بيعمل كده. سيبك ان كان هو حلو او وحش، لا طبعًا. بيعمل ايه؟ هو بيصرف مصاريف. لو انسان طبيعي، لو طبيعي عاقل مش هيعمل بصراحه. انا بتكلم جامد مش هيعمل كده. فهو في حد بيروح كل لما تيجي في ذهنه غنوه يروح الاستوديو يقوم جايب الناس وعامل الغنوه بفلوس كتير قوي. حلو بقى ده. انت عارف هو قاعد كده معاه كام تراك ده؟ 90 قاعد ده 90 مين والنعمه الشريفه اكتر 90 ما نزلوش والنعمه اكتر 8 هم 5 مليون جنيه والنعمه اكتر والله العظيم وما نزلوش ما نزلوش. بس انا عايز اقول لك على حاجه. بقول لك ايه كل ما تغنوا يعمل لي ابعتها لي. ما ده حسن ايه راك ده حسن مكذب. انت بتبيع قفل عايز اجيب كارت ميموري تاني ونجيب الغنوه دي ونجيب فيها عم حمدي. يقول لي تصدق لو عم حمدي يعمل طب بقول لك طب لو جبنا ومش بخيل. بصي مش بخيل على شغله ابدا. لا انا هقول لك على حاجه. عايز اقول لك على حاجه. انا فيكم ميزه انتوا الثلاثه. انتوا الثلاثه حبايبي وانت عشره عمر وعم حمدي وحسن يمكن عشان من سني بس مش ان انتوا الثلاثه فيكم حاجه غريبه مش موجوده في بقيه الشغلانه ويمكن بقيه الشغلانه برضو اصحاب ان انتوا بتحبوا الخير للناس. طبعا يعني اللي هو انت ما فلان جامد جدا فلان نجيب فلان من غير كده الشغلانه مش هتمشي. والله الشغلانه صعب دلوقتي في الشغلانه دي بالذات ان انت تلاقي حد بيتكلم على التاني يخاف كويس يخاف حد يغطي عليك يعني يخاف ان صح. حد يجي يغطي عليك او لا 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 او لا لا. يعمل كل واحد ليه رزقه. هو مين خد رزق مين؟ لا أيوة. مفيش حد خد النبي خلص بس مين يفهم بس خلاص. لا بس هو حتى مش فاكر رزق اللي هو يقول لك انا مشكورش في فلان. يعني انا ممكن اقول انا مش هغلط فيه بس مش هقول انه جامد بالظبط لان انا هو منافس ليا. انت دلوقتي بتقول لي احمد شيبه احلى صوت في مصر. احمد شيبه بيغني شعبي وانت بتغني شعبي.
يعني احمد شيبه مصنف معاك في نفس شغلانه، بس ده ليه حتته وده ليه حتته وده ليه وده ليه طبعا. ف انا بقول لك مش كل الناس بتقتنع بكده. على حاجه الليسي بيعمل فيلم دلوقتي اسمه حمص وحلاوه، لسه مخلصينه تمام. مين اللي ماسك الفيلم ده؟ انا اللي ماسك الفيلم. حسن. انا اللي بفكر للليسي اقول له ايه، انا عايز اجيب فلان معاك يغني الغنوة دي، وعايز اجيب فلان يغني. هو ما ب... هو مش ما معترض. هو ما بيعترضش. احنا بنعمل ده للنجاح. انا قصدي مش انت كده اللي كده. بتفكر في نفسك او تقول له انا اطلع اغني. لا 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 حسن هو صغير. وبالنسبه لك وانت بالنسبه لك الليسي كمان ما يقول لك لا انا اغني لوحدي كلها. لا ما انت ممكن ده فيلمي اغني اغاني كلها انا اغني لوحدي يعني. وهقول لك على حاجه، ولو انا بقول له هجيب فلان يغني وانت مش موجود في الغنوة عادي. انا لو عم احمد بيعمل لي فيلم انا اللي عبي الشريط بصوتي. شفت بقى انا عامل شريط في صوتي لوحدي. ما تعرفش رزق مين يا احمد؟ ما انا عامل شريط برضه بصوتي انا. عندي مواهب مش عارف اطلعها. ونعمة بالله مش كل الناس مش كل الناس بتفكر بال لا ومش عندك. لا ما انا بقول لك اصل انا عارفك وعارفه وعارف حسنك ما عندكوش الحته بتاعت انا اللي هو لا ده حلو. ده سبب نجاح سطلانة بعد ربنا. صح. دي صح. ان ما فيش ان احنا ما فيش نفسيه ما بيننا احنا الاربعه. والله ما فيش عبد الباسط حمدي باتشان ليسي حسن ما فيش. ما كل واحد فينا ربنا يسلمك. بقول لك يا احمد بقول لك يا احمد انا اصلا ما كنتش هغني يعني الفكره ما كنتش في الدايه. مش عادي يعني ما فيش مشكله. تجهيز سطلانة خد وقت قد ايه؟ تجهيز سطلانة خد وقت قد ايه تقريبا؟ يومين. هي كانت جاهزه عند الاستاذ هاني محروس وصاحب الفكره. هي جاهزه هي بس انتوا غنيتوها على طول وعلينا انتظروا السطلانه. قلت له انا وانا قاعد لا بصراحه دي عايز اقولها والله يا احمد ده حصل والله بص احنا خلصنا غنى احنا الليسي احنا قاعدين وانا وهو في الكابينه واقفين لوحدينا جوه قال لي بقول لك يا اخو قلت له ايه؟ قال لي كلمه سطلانه دي انا حاسس كده ان هي غريبه الغنوه دي هتعمل حاجه. نفس الكلام اللي انا قلته اول ما انا عملت له زي طلع عادي يا عم سطلانة يعني على اساس ان الليسي ناجح كتير باغاني كتير جدا مش يعني هتنجح عم يا صياد وحاجات كتير قوي يعني والله يعني. قال لي كده في الاستوديو قلت له كده. واحنا بقى يعني في البرامج بقى بيستضيفونا بقى زيكم كده بتاع كل شويه اقول له ايه قال له انت ايه يا اخي انت ليك شيء يا اخي امسح فيك بس عنده حته سالفه لا هنا ده هنا مهم ده مهم جدا كل واحد فينا له محبين طبعا وبالتالي ما حدش بياخد رزق حد برافو صح ناس كتير طلعت وما خدتش حظها بشكل كويس وناس طلعت عاشت مع الناس فليسي وحسن من الناس اللي وعبد الباسط من الناس اللي عاشت مع بتعيش مع الناس لانها بتحترم الناس لان لما في اختيارك للكلمه اللي بتدخل البيوت احنا كلنا بنخش البيوت عن طريق الاغاني صح فلازم نحترمهم ونبقى ولما نيجي نسليهم بادب نقول كلام يحترم حتى لو سلمناهم لا ما تتكسفش منه حتى لو الكلام فيه هزار هزار يبقى هو انا احترمتك حد. احترمتك في الاغنيه بتاعت الجديده مع عصام صاصا انك انت لما حبيت حتى تعمل ابديت للفكره ان احنا المهرجانات طب يلا نقول قلتها بلحن بتوزيع محترم بكلام كويس فالاغنيه كسرت الدنيا اقول لك على حاجه يعني طبعا على حاجه اصل الغنوه دي معانا في الفيلم تمام اسال الليسي كده احنا مين اللي قال لك هات انا اللي قلت له انا هجيب عصام صاصا يغني معاك والاغنيه بقى الاوديو ده مين اللي عمله الليسي بقى اللي راح عمل ده هقول لك انا الفكره دي جت ازاي كنا قاعدين في فرح بنت الحاج سيد السكي ابن اخو الحاج والحاج قاعد فعصام راح مشغل المزيكا حته مزيكا كده على زي بتاعتنا زي الغنوه بتاعتنا شكلك متابع دي فلقيت عم احمد بيعمل كده قلت له بس طالما عملت كده عم احمد بص انا هقول لك على حاجه عم احمد عمل حركه معينه في جسمه كده برجله كده انا بحس ان عم احمد مبسوط فيعني غنوة دي ان شاء الله ربنا يرضينا فيها فانا لقيته ايه قلت له بقول لك ايه انا كده تمام انت روح من الفرح طب هتعمل ايه قلت له مالكش دعوه روح تخيل يا مؤمن احنا في الفرح يوم هو واخد عصام صاصا وراح بالاستوديو على طول ما يناموش هو كده بس اقول لك على حاجه عصام ده والله يا رب يكرمه دايما حب الناس مفيش حد في جمهوريه مصر العربيه ما بيحبش عصام لا دي حقيقه محبوب حته ولد من الناس العمله الذهب
والله العظيم وجدعنة الأرض ابن البلد المقابلة والحب أقول لك طوب الأرض بيحب الله أكبر. لا بس الأغنية عملت صدى حلوة أنا بقى عصام الغنوة كسرت بس جدا. طب ممكن تغني لنا بقى عملت كم 40 مليون عارف احنا نزلناها ليه أحمد ولا مش عارف ليه؟ واحنا بنصور في ناس بيبقوا ورا الكاميرا صوروا فنزلوا على التيك توك فلقيت الغنوة كل مقطع بينزل بيطلع ترند فانا كلمت اللي قلت له انا نهار اسود ايه ده ايه اللي حصل الدنيا اتقلبت قمت انا رايح على المونتاج جري منتجش الغنوة انا منتجش الغنوة انا مع المونتير طبعا جري قلت له عم احمد لا انا لازم انزل الغنوة دي متكاتب عليها من فيلم حمص وحلاوه قريبه بتنزلها عشان تطلع ترند عندنا يا جدعان التصوير اللي اتصور بالموبايل يا ده الموبايل يا احمد الموبايل ده التصوير بتاع الموبايل ده بيعمل كل يوم مليون كل يوم ما شاء الله لا الاغنيه بصراحه فاهم كل يوم مليون طب ما تغني لنا بقى حته منها سيبك اللي خالع كان فقري مش وشي دلع انشقت بالارض اتبلع اي روح من بعدنا فين مش هيعرف خيرنا الا لو يلبس في غيرنا هو يتمنى يقابلنا سيبه يعيش له يومين اللي راح بمزاجه سابنا مش هيرجع غير بمزاجنا هو طول عمره بيحتاجنا ما احنا عادي مش محتاجينه يوم ويبصم ان الهانة والعز كان على ايدي انا على السفر وعلى النفسانة ربنا يتولج ويعينه شكلك متابع ده انت غلبت اليوم السابع خفوا لو رفع قنبلة هي غير قنبلة بنحبها ولطيف هو صراحة مصطفى الجن ده جن في الكتابة جن في الكتابة الشاعر اللي كتب الأغنية اللي عملها جن في الكتابة بيكتب كلام الكلام راكب على بعضه كتير ولا وبتاع الناس اللي هو اللي حلو اللي الناس تحبه وتقبله وما فيهوش لفظ خارج لا هو ده اللي انا بقول لك احترمت ده اللي انا اقصده بقى الكلام الكويس بيدخل الناس بتسمعه حتى لو بتسليهم بس ما فيش كلام بيجرح والكل بيحبه محدش بيختلف عليه يعني احنا في الفيلم الجديد ده الليسي جاب يعني احنا جايبين حسن شاكوش عمر كمال حمو بيكا اول مصحى في الفيلم بتاع الليسي انت جامد قوي خد الصغيرين انت اتفرجت الليسي على افلام كتير صح اتفرجي على الفيلم ده بجد لما هينزل اتفرج الليسي ممثل فيه ازاي سيبك من الغنى ما احنا عارفينه اتفرج الليسي ممثل فيه ازاي والليسي عاملين مزيكا احنا في الفيلم ده بجد حلوه بقى جديده مفيش الكلام ده خالص يعني هو جايب حسن شاكوش عامل معاه غنوه جميله مش مهرجان غنوه جميله وغنوه تحفه غنوه انت البنات عامله حاجات حلو كده بس كده ما تقلقش عشان ده لما بيفتح ما بيقفلش يعني قاعدين انا وحسن قنبله عمر عاملين عمر مخليه يغني عمر بيقول لك ايه بيقول غنوه كرد انا جايب عمر مش حاطه في المهرجان خالص ملوش دعوه غنوه حمو مش هتحطه في حته غير المهرجان وحمو مش في المهرجان يا سلام وحياتكم بص بقى عاملين ايه مع حمو احنا عاملين استنى اقول له غنوه عمر بيقول لك اخوك بفضل الله عمر ما ياكلش حد معاه واللي يجيني على سكه ربنا يتولاه اخوك يشرف بلد والله طب عمر يقول ماشي عمر عنده بيكا عمل ايه بص بقى احنا انا عملت بقى غنوه جماعيه بتاعت افراح اسمها صلوا على النبي اللي عاملها لنا محمد عبد المنعم طبعا الملحن صاحبي اسمها بتقول صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي اجدع سلام عشان العرسان صلوا على النبي صلوا على النبي يخش بيكا بقى يقول عروستنا الشربطات تربت الفتات ترلا لا 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 جميل وامينه طبعا وامينه طيب قول كده يا بيكا وامينه على توجيه احسن صح ما هنا انا في انا حسن عمر كمال عمر الثلاثه هتقولوا لي بتوع مهرجان طب يا جماعه عندهم حته عندهم حاجات ثانيه مش باينه بس مش مهرجان تعالى يا نجم قول يا نجم انت فاكر مش هيبقى في عقل توجهه ليسي انت خليت كم ممثل يغني كتير اصل انا حضرت كتير يا اصل انا حضرت لدرجه حسن قدام كريم محمود عبد العزيز ايمي بقولك لا كريم لدرجه ان كريم بقى بيغني بطريقه الليسي من كتر ما الليسي كان هو اللي بيديله الجايد بس الاغنيه
بتاعه حسن الرداد يا وحشني اديني رن. دي كسرت العالم. عامله 250 مليون مشاهده. دي كسرت العالم. اول ما نزلت كانت بوم. يعني نجح، يعني فيلم نجح عشان الاغنيه. الحمد لله. بس انا هفكركم بغنوه في الفيلم ده. الليسي عامل غنوه مع مطرب شاطر جدا جدا قديم تبعنا معانا اسمه امير عبد الله. صعبان عليا. خراب اسمه. انا بفكركم بالغنوه دي هتعمل ايه في الشارع. الحمد لله. بجد الغنوه دي بجد يعني والنبي حته منها كده. طب يلا بقى فعلا سمعنا. وحيد اصيل يبقى جنبنا لو اميل عمري يوم ما بكون بخيل وما قمه في الطمع اللي شاف غير اللي عاش سنت بعتوني ببلاش حقي كله عاوزه كاش هقدر انه خلاص رجع صعبان عليا صعبان عليا كتر القاسية وجايين عليا. يا سلام يا سلام. الاغنيه دي انا سمعتها. اتسربت بس انا مش غازي كل الاغاني بقى سيبس حته يعني انا غنيتها بالكوبليه الاستاذه العظيمة الإعلامية العظيمة الأستاذة النجمة الكبيرة إسعاد يونس طبعاً في صاحبة السعادة طبعاً ومن هي خدوها من البرنامج لما كنا في حلقة سطع ترند تيك توك خدوها كسرت الأرض ترند تيك توك بص يا شمال وغناها حلوة قوي 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 كانت حلوة وكنت حاسس في وشه بالتفاعل أمير عبد الله كنت صعبان عليا أيوه أنت إيه اللي يعني إيه اللي جاب أمير عبد الله في دماغك يعني أمير أنا عارف طبعاً نجم ومطرب كبير وبيغني لايف في اماكن كتير بس مش موجود في حته الافلام او في الحته دي هقول لك انا مسجل الغنوه دي قبل ما اروح الحج تمام فاتصلوا بيا في برنامج الاستاذ اسعاد يونس صاحب السعاده الاستاذ وائل وقال لي لسه عايزينك حلقه تمام قلت له اصبر لما ارجع هاجي لك انا كنت مسجل الغنوه دي انا وامير وكنا نصورها بره الفيلم وبره كل حاجه تمام جه اخ لي عزيز اسمه محمود قعدنا انا وهو كتبنا كل حاجه الاغاني هنغني ايه ونعمل ايه ونسوي ايه بتاع كنت انا منزل غنوه قبل ما اسافر اسمها الغل مني هاريكو ماشي فنزلتها وكده والحمد لله كسرت الدنيا وهو قال لي غني الغنوه دي وغني غنوه ايه كنت سمعت غنوه امير عبد الله قال لي غنوة قلت له يا عم غنوة امير احنا نصورها في حته قال لي اسمع كلام انا هو انا بسمع كلام وانا بحبه يعني فالمهم رحت البرنامج غنيت الغنوه نزلت الغنوه كسرت الدنيا رحنا بالليل نتفرج على امير في المكان اللي هو بيغني فيه اسمع دي مين اللي بيصور بولا اللي معايا مصور الفيديو ده على التيك توك نزل الفيديو على التيك توك راح واخده امير عنده على التيك توك وعلى السناب بتاعه طبعا جمهور امير في الخليج مش قادر اقول لك الوطن العربي كله بيحب امير صح لقيت عم احمد السوكي بيكلمني كلمني قلت له ايه يا عم احمد كنت بكلمه فين قال لي مين الراجل ابو جلابيه اللي بيغني معاك ده مين قلت له يا عم احمد ده اخويا امير عبد الله قال لي فين الغنوة دي روحوا سجلوها قلت له احنا مسجلين قال لي جيبوا لي التصوير بكره بالجلابيه بالفرق اشار قال لي بالجلابيه يا عم خلع يجي لي بالجلابيه زي ما هو بالجلابيه هو اصلا امير مشهور بالجلابيه ايوه طبعا بالجلابيه امير من الناس المهمه اللي بتغني في اللايفات في الاغاني يا ابويا خدنا خدته ورحت مشغل الغنوة في البتاع في التصوير ونزل ورحنا مصورينها يا احمد طالعه جميله اتفرج على اللوكيشن كله بيعاب الدموع ودلوقتي اقول لك على حاجه شوف اللي نزل على التيك توك كل المطربين بيغنوا صعبان عليا في كل حته في الافراح وفي كل حته ولسه ما نزلتش ولسه ما نزلتش حسن انت شفت نجاح كبير في سطلانه قبل سطلانه ايه اكتر اغنيه حسيت انها نجحت معاك قوي والناس كلها كانت بتغنيها عشان انت عندك اغنيه انا بحبها الليسي بيقول لي على غنوه انا كنت عاملها كده في الفيلم معاه قبل كده اسمها وست بلاستيك وفي غنوه عندي اسمها جاني بعد يومين انا بحب لا لسه بص انا سايبك عشان اقول لك جاني بعد يومين انا جاني بعد يومين بص بس هقول لك على حاجه بس بدايه اللي انا شم نجاح كانت وست بلاستيك في الافلام في الفيلم مع الليسي تمام عملت الغنوه دي ولقيتها ايه نورت وابتدت
الغنوه دي بس جاني بعد يومين كانت في الافراح وفي اماكن السهر كانت مكسره. ده انا هقول لك على قصه بقى، جاني بعد يومين دي ما كانتش في فيلم. أيوه. انا عاملها كده. أيوه انا عارف. يعني لوحدها كده. بتسمع كتير. بقول لك على في اكتر. لا انا اللي في اكتر ان انا قعدت اسمعها وبحبها وفي الاخر اكتشفت ان انت اللي بتغنيها لما اتقابلنا. أيوه. في مجلتك الغني وبصيت لك قلت لك هو انت اللي بتغنيها. ده بقى ايه اللي حصل معايا؟ انا عملتها ونزلت تمام؟ وانا قاعد في بيتنا مش شغال، ما بشتغلش خالص افراح ولا اي حاجه. اتاري الغنوه دي ناجحه جدا بره وانا مش عارف. انا بحبها. والمطربين كلهم بيغنوها بطريقتي وانا. أيوه. ما اعرفش ولا الناس بيكلموني يقولوا لي انت ليك غنوه حلوه قوي. قلت لهم يا جماعه ايوه الناس بيغنوها من انا مش واخد بالي بس. انا عايز اسمع بقى من حته عشان احفظ مدرسه المايك. كنت بقول قلقني بعد يومين بيحور طبع على مين، قلقني بعد يومين بيحور طبع على مين، مش واكله وعد انا بابا ومعلقه اندلبه تغابه والناس اللي بوشين كده. لا انا بحب الاغاني حلوه والريتم بتاعها حلو ومش كده حلو. جاني 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 يلا. انا بقى دلوقتي عايز اسال عم حمدي. اتفضل. احمد باتشان بيغني صوته حلو تمام. لا ما بيغنيش اللون بتاعك كمانجا. احمد صوته حلو جدا بس حبيب. بس دايما ايه عارف اللي هو الابن بيطلع بيبقى شارب من ابوه تمام. احمد بيغني بلون غير لونك. حلو ده. هو حلو طبعا بس ايه سبب يبقى فيه اختلاف يعني بقى. ايه سبب ان احمد بيغني لون مش شبه اللون اللي انت بتغنيه؟ كل واحد فينا احساسه مختلف عن التاني. متفقين على ده؟ طبعا تمام طبيعي. هو ذوقه ده. هو معايا احمد من هو صغير يعني. كان محمد ما بيغنيش. محمد مدير اعمال. انا عارف طبعا بس محمد ما عندوش حته الغنى. بس عنده حته اخطر من الغنى. لما يجي اما اجي اختار غنوه يقول لي دي هتنور دي لا. بيفهم عنده الموهبه دي. يقول لك الغنوه دي هتنور ودي ما لا ما تاخدهاش ما تاخدهاش. احمد بيغني. احمد بقى له شكل وستايل بتاعه. هو كل ما هناك ان هو اتعلم نغم اتعلم وهو موهوب فثقف موهبته بالمزيكا وثقف نفسه واختار سكه وشكل لنفسه عجب الناس جدا الحمد لله. وجميل ان هو ما يقلدنيش طبعا. يبقى كل واحد فيه له يبقى كل مختلف. واحد له مدرسه بتاعته بالظبط. بيعرض عليك اعماله قبل ما يغنيها ساعات وفي ساعات بعد ما يخلص يسمعني يعني غنوة راح القلب الطيب دي اللي اتغنت في الأسطورة. بعد ما غناها وجه البيت في الاستوديو من الاستوديو الساعة 6 الصبح فبيسمعني قال لي اسمع الغنوة دي يا بابا. فسمعت الغنوة لقيت نفسي عجبتك لا بعيط صحاني من النوم لقيت نفسي انا خلاص الغنوة دي حاسس انها هتلمس مع الناس قوي. صح تمام. جابت اتحطت بقى في مسلسل الأسطورة راحت عامله طبعا. الغنوه بقى الثانيه اللي هي كل ده من اختيار محمد. يعني انا اضحي بحياتي واسيب حياتي عشان خاطرها تضيع. غنوه جامده جدا جدا كلماتها مؤثره جدا. الغنوه دي بقى لما اللي غناها محمد رمضان وهو في العربيه دي جابت رقم كبير جدا 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 على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا هو بيعرف يختار لنفسه بشكل كويس. ما فكرتش تغني انت يا احمد؟ لا ان شاء الله. هو كلم الاستاذ ايمن بجت قمر على اساس يعمل لي غنوه انا وهو. وهتغنيها بقى لون يعني لو غنيها لا انا عارف لون احمد خد بالك بس ولا بلون ما عارف. انتوا طبيعي ان المطرب ممكن يغني اي لون بس بالزبط. بس في الاخر كل واحد زي ما انت قلت عنده احساس. يا قبل ما يموت الاستاذ العزه بيغنى مع ديانا حد ايه لا يا سلام من احلى الاغاني. يا من احلى الاغاني استاذ محمد رشدي قبل ما يموت قطر الحياه وعمل ده بيتنين. لا ده في اثنين ما يبقوش لون واحد ويعملوا نجاح هايل ويكملوا بعض بالظبط. هو الفكره في مش شرط تكون لون واحد. هو سكته فيها دراما. دراما فانا الحته دي عندي فانا ممكن اقول بشكلي. لا بس عم حمدي هقول لك بس على حاجه بعد اذنك. يعني مثلا عم حمدي انت ممكن الناس الجيل اللي مش عارف عم حمدي ان هو بيغني عارفه مثلا بايه القصه توك ده. لا ده عم حمدي لما كنا في البرنامج مع الاستاذه اسعاد يونس مثلا بيغني. يعني لا قوي. لا انا انا طبعا. انا وقفت ورا انا واقف بتفرج عليه من ورا الكاميرات. انا عارفها دي. لا عم حمدي ما شاء الله عم حمدي تقيل قوي. عم حمدي تقيل قوي فهو لون احمد جامد جدا. احمد باتشان ايوه بس احمد جدا. راح في الشبابي هو عم حمدي هو مش شرط ان عم حمدي بيقول ايه القصه توك ده احنا هنطلع نعمل نفس اللون. لا انا قصدي لا قصدي كده قصدي الحته الشعبي اللي في صوته الحته الشجن دي 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 هو مميز بيها. سيبك من الاستوك نجحت بس هو ليه اغاني كتير واحنا حافظينها وعارفينها
عنده حتة كده اللي هي زي اللي عند الليسي. صح. يعني الليسي يعني الليسي ممكن يغني حاجة الليسي لما بيجي يغني الحماقي بيغنيها بطريقته يعني حماقي حاجة نحيته قلقان ان حماقي نفسه يغني زي الليسي. بقى تدينا حتة حماقي لان انا بجد بحب الاغنية دي. تبعد عني كان ناقصني حاجات كتير وحاسس برضو بيك وعارف انك مش بخير عشان فاهمك وعارف تملى حبيبتي شايف بتحن لكل ذكرى حلوة جنبك عشتها ده العشق ده انا زيك برضو واكتر اوقات بسرح وافكر انا وانت بعيدنا ليه ملقتش اجابة جتلك انا يمكن لو حكيتلك تقولي لي بعيدنا ليه اللي سيب على مجال ليه هم دول هم دول انا مصور الليسي وهو بيغني وحماقي واقف ومبسوط حماقي بيحب الليسي بيحبه جدا جدا روحي الروح اللي جوه روحي حماقي يا سلام والله العظيم ما يعرف ما ملوش علاقه بالكوكب ده كله غير بمحمود الليسي بس ما فكرتوش تعملوا ديو مع بعض والله العظيم كان بيبسي قالت لنا قبل كده نعمل دول ما كانش بقى طب ما يلا ان شاء الله الفتره اللي جايه غنينا فاكر الاغنيه بتاعت عبد الحليم طول عمري قلبي والله العظيم كان بيخليني ابكي انا كنت بعت له الفيديو قلت له يا نجم انا ببكي ابقى امن عني انت كان عامل انا بحب المزيكا بحب الغنى قوي بيحب قوي عشقي هي غايتي هي مزيكتي دلوقتي يعني محمد صلاح كلم الليسي عشان سطلان وحمائي بيحب الليسي والهضبة عمرو دياب بيحب الليسي برضه طب هنعمل ايه انا عايز افهم حاجه يعني واحنا ملناش حاجه احنا ملناش حاجه وعم احمد السمكي بيحب الليسي بقول لك ايه يعني نفسك اي حد وكلمني اضحك عليا صح اعمل نفسك اي حد وكلمه هقول لك على حاجه سبب نجاح سطلانه دي حاجه واحده بس من عند ربنا الرضا الاول علينا كلنا انا وعباس واستاذ حمدي وحسن طبعا استاذ هاني محروس والموزع والمؤلف كل الناس اللي اشتغلت حاج احمد وكريم السبكي كل الناس اللي قامت على العمل دي في بنت احنا حكينا الموضوع ده بس هنحكي تاني انا عايز اسمع في بنت تعرف مدير اعمالي يعني بياخد باله منها واحنا بناخد يعني اختنا يعني ناخد بالنا من الناس اللي هم اللي هم دمنا ولحمنا وهم اهلنا وبينجحونا وبيحبونا قالت له اديني المستشفى هو ده المستشفى يعني عادي يعني زي اي عد الحقني احنا ده طبع المصريين الرجاله الجدعان احنا الاصل لان انا شفت بره الكلام ما بيحصلش ده احنا بقى بيحصل ما فيش دوله بيحصل فيها كده لو لقاك في حاجه ويقف في ظهرك ويشيلك كده غير في مصر بس اسمع اللي بقول لك عليه انا شفتها بعيني والله العظيم وديني رحمه الله عيني يلا يوم الاربع خرجت الخميس واقفه هنا بتكلمه وبيتها اهو عندها عيلين صغيرين في رقبتنا لحد يوم الدين باذن الله ربنا يقدركم والله العظيم احمد قالت له روح لسه الغنوه ما ضربتش لسه الغنوه ما راحتش احنا كنا الماتش الجمعه صح تمام يوم الخميس قالت له روح ربنا يكبر بخاطرك ويكرم الليسي ويخليه ويرزقه في عياله وقعد يبتدي حبه كتيره كده عشان انتم بتحبوا الناس وايه بتخلوا بالكم من الناس وبتاع وكلام من ده وربنا يكرمكم ويديكم وبتاع مشيت زي من هنا يا احمد والحد البتاع دي كده راحت وقع ميتها ايه وحياه امي هذا حصل توتا حكى لي كده بالعرف توتا مدير اعمالي ماتت عملنا اللي فيه النصيب لان ده ما بيتقالش كله بتاع ربنا ولحد يوم الدين نعمل ده بتاع ربنا عز وجل اخر حاجه على لسانها كانت الدعوه دي مات اقسم بالله الماتش اتلعب الجمعه السبت كسرنا الارض سبحان الله دعاء الست دي والله هذا حصل يا عم احمد عم عندي ان تعرف مهمه جدا قوي جدا اوعى تتخلى على الناس العبادات جدا. احنا كمان جبر الخواطر طبعا انما جبر الخواطر دي في حته تانية خالص عباده طبعا صح
يعني تعتبر خير العبادات. عباده انت تصلي وتصوم وتزكي وتحج سبحان الله. لا حد يعمل الى الله جدع بلا ورد تدخله على مؤمن وحشه مع الناس عمرك ما هتنجح. هي جبر الخواطر مهما كنت بتعمل حلو دي في حته ثانيه عند الله. حلو جبر الخواطر. انا بقالي 19 سنه من 2005 من ايام الحاج النبي حاج عمر. انا عندي الشرايط دي عارف. انا يا رب عصفوري عندي الشرايط عندي لحد النهارده ولحد دلوقتي. محمود الليثي قاعد في السيده زينب مع نسائي لا 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 مدد 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 امواش ومدد السيده لحد دلوقتي قاعد في حد دلوقتي قاعد معاهم اهلي وناسي وعشرتي وامبابه دي اهلي وناسي وعشرتي كل منطقه في مصر اهلي وناسي وعشرتي ولحد دلوقتي. برافو عليك. والليثي اللي يقول لك راكب عربيه ما اعرفش مين. لا والليثي راكب مكنه ورا واحد زي شعلان. انت جيت لي قبل كده بالفيس راكب ورا شعلان من اجري وشوف الناس وسلم الليثي يا حبيبي صوره تعالى شيل البنت الصغيره تعالى هروح. ده هي دي. برافو هي دي. انت ما تبعدش عن دي صح. اوعى اوعى تبقى في السماء. لا اللي لا خلاك في السماء ربنا والناس دي طبعا صح. انا بقولها لك اهو ولا الناس تقول لي ان انا بقول كلام يعني كده عشان اخد رضاهم. لا انا كده كده معايا ربنا ومعايا حب. لا وانا بشوف ده بصراحه شهاده لله. انا انت مره جيت لي وشوشه ورا واحد فاكر ايه ده الليثي ده جاي منين يعني. انا كرمت بتاعت احمد كرمني والبرنامج كرمني والمجله كرمتني والمهرجان كرمني ثلاث اربع مرات افضل مطرب ولله الحمد. احمد كل ما يجي يعمل معايا لقاء بيقابلني بشكل تاني يعني ليه معايا ناس يعني مثلا ماسك كيس بقسماط مش معاه ايه يا عم ده بس انا على حاجه للامانه هو والله مش عشان احنا اصحاب انا والليثي ولا الكلام ده يحتاج الليثي في اي حاجه. انا عارف راجل جدع رجولت الدنيا ارفع سماعات رجولت الدنيا في اي حاجه والنعمه الشريفه يعمل. لا الليثي الليثي رجوله. بقول لك على حاجه ولو الحاجه دي بفلوس كتير قوي صح يعني لو الحاجه دي كلنا بقى انا وعم انا والاستاذ عباسط وحمدي واي حد من النجوم الكبيره دي احنا كلنا مدرسه راجل شبع حنيه وشبع جدعانه وشبع استاذ احمد عدويه. طبعا 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 انت طبعا ده الحنيه اللي اتخلقت في الدنيا هو كله شبع بيها هو صح. طب ما تيجي نغني له حاجه بقى عيني. يلا انتوا الثلاثه يلا يلا صح كده يا ست يوم ماشي يلا سلطان برافو عليك. لا 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 ما بلاش اللولا معانا راح تتعب قوي ويانا السلام احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا ما بلاش اللولا معانا معانا ما بلاش ده معانا هنسيبك كده على كده بطلنا خلاص نلغيك وفي يوم لو زرنا طيفك هنقول الله يهديك وحنتقل ولا نسالش ودموعك ما بنرحمش وان جيتنا في يوم تنادينا راح نعمل ما بنسمعش ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا ما بلاش اللون ده معانا 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 بلاش ده معانا. ايوه يا عمنا حبه فوق حبه فوق وحبه تحت حبه تحت نظره نظره فوق نظره فوق ونظره تحت ونظره تحت الحلوه ساكنه فوق وانا جرى بس تحت يا عيني بصيت لفوق بشوق ما قلبي وانجرح يا الله يا اللي فوق يا سلام ما تبصوا على اللي تحت يا سلام والله خلاص اللي فوق مش داري باللي تحت وحبه فوق حبه فوق ايوه يا مدرسه يا عدويه يا مدرسه ربنا يديله الصحه يا رب يا رب. عايزين نقول حاجه قبل ما لو هتقفلوا. لا لا احنا قاعدين انا عايز اقول حاجه ان برضو سطلانة دي فتحت باب رزق لناس كتير جدا الحمد لله جدا جدا اذا يعني انا برضو عايز اذكر الناس دي اللي عملت الاغنيه طبعا اللي نشأوا الاغنيه على راسهم الاستاذ هاني محروس صراحه طبعا بس انا في الشاعر مصطفى حسن مصطفى حسن والملحن كريم عاشور كريم والموزع اماديو اماديو يعني دول صناع الاغنيه صح صناع الاغنيه نفسهم اماديو ده اللي عامل ايه الاغنيه حبيبي يا ولدي اللي نزل بالتوزيع الجديد ده هو اماديو هو شاطر جدا وطبعا المنتج لا
والإفكت اللي في الأول دخل دوين وي إيه اللي هو ترى دي حلوة قوي هو شاطر أول ما بتسمعها بتاخد جديد طلع عايز تعرف الغنوة نجحت إزاي بعد ربنا عز وجل إيه أطفال برافو عليك الأطفال معلم الأطفال معلم العيل الصغنن تبقى تيجي تقول له أنا بنتي عندها سنة أنا عيل مش هقول على اسمه بسم الله ما شاء الله الله أكبر عليه تيجي تقول له تيجي تقول له عيل صغنن ابن واحد صاحبي أقول له بسم الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر عليه أجي أقول له أقول له أوه يقول لي انا بنتي انا بنتي ما كملتش سنه بتشتغل اغنيه ستلانا ترقص 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 ربنا بص كنت رايح تونس ومعايا النجم العظيم محمد حمائي واحنا داخلين المطار قطعنا التيكت تمام بيكلمني قال لي ستلانا مش قادر اقول لك طبعا هو بيقول لي انا قلت له نجم ربنا يخليك ليا وبتاع هو كان رايح مهرجان كرتاج يغني في مهرجان كرتاج وانا كنت رايح عندي حفله في تونس والله العظيم قال لي اقول لك على حاجه يا زين والكلمه دي حطها حلقه في ودانك انا بعشقه طبعا قال لي طالما ربنا صرف مش هتعرف توقفها صح صحيح صح. امي قال لي كده صح. 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 هو صح هو لا وحمائي مزيكاتي قوي حمائي 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 من فنان حمائي على فكره يمكن اكتر واحد في الساحه بيفهم في المزيكا محمد حمائي عشان كده بيقعد وقت كبير يعمل البومه لانه ما بيرضاش باي حاجه حمائي لازم تفاصيله كتير يمكن ما بيكتبش عدد اغاني ده عمري ده لا انا بقول لك مش طبيعي طب نرجع بقى للفيلم الجديد يلا ما تحرق لنا كده اي حاجه قول لنا حتى فكرته كده من بره يعني بلاش تفاصيل حسن نتكلم عشان حسن طب يلا نتكلم بقى عن الفيلم عشان تدبسنا عشان يدبسوا محمد هيقول له ايه يا حسن تعالى الفيلم هخرج بره عم احمد ينفع حسن يعني ينفع يحرق الفيلم هيكلمنا انا مبنعش اللي قاله حسن عم احمد السبك ده بالنسبه لنا عم احمد دمونا ده بجد لا والنبي يا هواري عم احمد ده على فكره وعم احمد بيحب الهواري يعني جدا بس بص عم احمد ده يومنا معانا احنا ما ينفعش يوم انا ما نسمعش الصوت ما نبقاش معاه كمان ما نروحش المكتب صح نروح له المكتب احنا كل يوم معاه الحاجات اللي بنضحك عليها بقى ان عم احمد يقعد مثلا ايه يوم مكلم الليسي يوقع بين الليسي ومين عشان يضحك عشان هو عايز يضحك عشان لا احنا عم احمد ده بالنسبه لنا لا بقول لك ايه والفيلم شهير وعم احمد ده حد يعرفك بجد يا رب ده الفيلم الشهير بتاع عم احمد يا رب وراجل راجل اصيل راجل اصيل لا لا بقول لك ايه وانت حد عارفك اه مين ده بص بص يا نجم بص يا نجم هو ما حدش في حياته كلها نجم النجوم واللي هو اللي يستاهل الفلوس الكبيره من غير ما يكلم مع محمد السبكي غير الخطيب بس محمود الخطيب اي حد ثاني لا اقول له ليه يا عم محمد يقول لي يعني انا مثلا تقول له فلان فلان يا عم محمد عايز كذا كذا ليه يا عم هو الخطيب هو الوحيد مش فعلا يقول لك هو الخطيب اللي يستاهل منه هو حبيبه قوي دلوقتي انا ايه انت تخش على عم محمد مثلا ايا كان ممثل مثلا خلاص فيخش ان هو بقى ان هو ممثل معروف الاسطوره بتاعتي الاسطوره طبعا فيقول له فكلمه في الفلوس فيقول له ايه انا هو وانت هو يا عم خلاص انا هاخدك وننزل الشارع ان حد عرفك عاملها مع ناس انا مش عايز اقول اسامي والله بص يبقى مثلا ليه داخل بحسن قدر هو ما يعرفش حسن خلاص نبقى قاعدين مساء الخير عم احمد خلينا انت عم احمد الاستاذ احمد حسن ممثل عظيم اهلا ازيك يا حبيبي عامل ايه اقعد يروح قاعد خمسه شوفوا يشرب ايه يشرب حاجه عم احمد يتوه في الموضوع كده يروح باصص عم احمد مين اللي بتعمل انت مين ايوه ايوه انت مين بص عم احمد اصلي عم احمد عنده هبه بنت تخاف منه عنده اي حد بيشوفه بيتخطف بيتخطف منه فايه فخ والكرسي الجميل بتاعه خد الجنب الجرايد بص عارف الكرسي يا جدعان عم احمد بقول لك ايه هواري هو بعشقه يا جدعان هواري عم احمد ده لما بنبقى واقفين في الشارع والنعم واحنا معروفين ايوه الناس والنعمه الشريفه بيتصوروا مع عم احمد او المصحف والنعمه الشريفه وهقول لك على حاجه ومعاه ممثلين الهد في العرض الخاص كله بيتصور مع عم احمد صح هو عم احمد محبوب جدا جدا وبعدين انا بقول لك راجل اصيل في ايه هو ولاده الليسي خلعي سعد الناس دي ولاده لما بيكون في فيلم لما امينة لا انا ولادي اولى انا ما جبتش انا ولادي اولى هو اصيل لا هو رجوله
لا وكريم وتوتا دول ما فيش زيهم. توتا قلب الليسه توتا وخالد قلب الليسه توتا. ولا على حاجه يعني اولاد عم احمد دول بجد بجد هواري بجد متربيين ومتعلمين علام مش في يعني بجد. لا خالد وتوتا هقول لك على حاجه. وعمرك عمري مثلا ما شفت لهم موقف مثلا اي حاجه وحشه موقف طبعا. وبيحبونا جدا جدا فوق ما تتخيل. لا والثلاثه رجوله ارجل من بعض يعني هم عارفين ان احنا اصحاب المكان ده. خالد وتوت لو اكبر عليهم ربنا يخليهم لنا والثلاثه ربنا يعنهم العين. ومعلش معلش معلش ولازم اقول دي ما هم كل دول بسبب ان في ام جميله طبعا. ربنا يديها الصحه. في ام جميله ربنا يديها الصحه يا رب. يعني الست دي يعني ما شاء الله ما شاء الله ربنا يخليهم. ولا حاجه هواري دي بتعمل خير انا ما شفتوش في حياتي. لا والنعمه الشريفه عم احمد لما بروح انا بقى بحب ايه اقعد اسخن اللي هو الليسي بقى ايه قاعد مثلا او كريم او محمد رمضان او فاقول له ما تعمله ما تصفره بره بقى يقول لي منور يا هواري ما تقوم تمشي. اقول له عم احمد عايز بس 500 ليه 500 ليه وانا بس انا اقول له يا كريم عايزين نسافر بقى ونعمل يقول له عم احمد ما نسافر نسافر منور يا هواري. ايه اكتر موقف حصل لكم من احمد السبكي يعني ما تنسوش؟ موقف واحد مواقف احمد كله مواقف في الشغل اثناء مثلا تصوير او حاجه. لا انا اقول لك على حاجه عم احمد بالذات احنا مثلا بنصور اهو زي كده بالظبط والكاميرات وبتاع وعم احمد لسه ما جاش من البيت مجرد بس ما اللوكيشن يعرف ان عربيه عم احمد جت عارفه كل اللي كان مثلا بيشرب شاي وكل اللي عارفه توم اند جيري الموضوع بيمشي بسرعه اللوكيشن كله بيعمل كده. لا وبعدين نبقى في المشهد خلاص هو ما عندوش حاجه اسمها ما يردش على التليفون نبقى مثلا سكوت اكشن خلاص احنا بقينا جوه المشهد عمام السكي ايه جبت الكاميرا صوت البندق ما بيطلعش. لا ويبقى مثلا نبقى في المشهد وبمثل انا وحسن وتلاقي عدي من ما بين مثلا يعني المخرج يكون صاحبه يعني يقول له يا عم حاج احمد كده بصي تقول ايه يعني بتعملي جوفاديس ايوه جوفاديس لا تعمل لي فيها ولا مثلا كاتب جايب له مثلا فيلم مثلا والكلام من ده ياخده هو يقراه في البيت عاجبه طب عايز كام تشوفه لنا خلا ياخد كام فخلا يروح دخل يقول له عايز كذا كذا ليه بشير الديك لا بس عايز اقول لكم برضو على حاجه الناس اللي ما تعرفش بتتفرج علينا ان 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 عم احمد السبكي ده شال السينما صح. في وقت ما كانش فيه في مصر يعني ما فيش حقيقة. لا الراجل ده شال السينما لوحده عم احمد في عز ما كل المنتجين ثوره والكورونا شافت على فلوسها حطت فلوسها في جيبها وبينتج بفلوسه بفلوسه. لا النقطه دي حط تحتها 100 خط الراجل ده لو الناس منصفه والتاريخ منصف زي ما اتكلم عن بدايه صناعه السينما واتكلم عن مراحل الراجل ده في مرحله من 2011 ل 2020 الكورونا العشر سنين دول الراجل ده شال السينما لوحده. الراجل ده لو ما كانش انتك كان الدور العرض قفلت بالظبط كنا رجعنا بقى تاني زي المسرح كده مش عارفين نقومه. احنا المسرح أنا قفل على افلام احنا هي انتاج عم احمد وانت والناس جمهور ما يعرفش. لا طبعا سواء الهاني احمد زكي طبعا مستر كاراتيه احمد زكي الرجل الثالث احمد زكي وعيون الصقر اللي هو الشريف بتاع دي الحاجات القديمه. لا عشان الناس تفهم ده ان المسارح لما قفلت وقت الثوره كان المسارح استاذ عادل طبعا حفظ الالقاب للجميع استاذ عادل امام استاذ سمير غانم واستاذ احمد ادم كانت المسرح كان في مسرح في مصر. لما المسرح وقف 2011 احنا لحد ما احنا قاعدين النهارده 2023 مش عارفين نرجعه مفيش مسرح يعني كانت تجربه مسرح مصر تجربه خفيفه سكتشات وعدت. لكن الراجل ده لما سند السينما فبقى في سينما عندنا النهارده ان احنا نعمل الفيل الازرق ونعمل ولاد رزق ونعمل لو كان الراجل ده شال ايده والسينما قفلت زي المسرح كان ممكن بعدين لحد دلوقتي مش عارفين نفتحها تاني. احمد ده قلبه جامد قوي هواري قلبه زي الحديد ما بيهموش مع ربنا يلا مع قلبه جامد قوي ما بيهموش. هقول لك على حاجه يخش يعني مثلا هو عنده افلام كتير في العلب عنده افلام كتير احنا مخلصينها على يدي على قفلنا ويجي افلام تاني ويجي ممثل كذا ويخش ويفتح 7-8 افلام في نفس الوقت ده كتير قوي يا احمد ده على منتج ده كتير قوي ده المنتج بيعمل فيلم ولا فيلمين جدا ذكي طبعا اوعى تقول لي كده عارف بيعمل ايه اذكى واحد في الكوكب ده صح. بص هو يقابلك ويحصل معاك لكن وقت الجد لكن وقت الشغل اقسم بالله لما يصغر
دي بقى خلاص دي بنجري اسود دي بنجري تحس ان المخرج خلي بالك المخرج المخرج خاف منه وبيحب وما بيحبش العند لا ما بيحبش العند ابدا حاجه واحده بس اوعى في حياتك تقول له الفيلم ده كان فكره فيلمه ده ومطربه ومنتجه ومخرجه وممثله ومؤلفه عياله اوعى تجيب سيرته ما تجيبش سيره حد حاجه عندي ابدا اقوم اقول له اصل الغنوه الفلانيه دي ما حقتش يقول لي بقى عامل زي يا اخويا انت الفيلم ده ما يقول لك ايه ما تتكلمش على الفيلم حاجته كانه بحب حاجته عزيز عليه صح بحب اوعى تيجي قدامه وتقول له الفيلم ده اصل عم احمد كان عايز عشان بيعمل من قلبه وانت يعني. مامانت ايه يا حبيبي انت فاهم حاجه لا وكان عايز اقول لك على حاجه هو الجيل اللي طلع كله من السينما هو صناعه عم احمد السكي محمد رمضان كريم محمود عبد العزيز حسن الرداد ايمي فيلم ساعه ونص ما انا اقول لك ايمي زانيه ستات كله دنيا سمير غانم في الفرح والكباريه لا يعني فيلم الفرح ده فيلم الفرح ده فيلم كباريه فيلم ساعه ونص حرامي والعبيط حرامي والعبيط طبعا لا في افلام لا علامات بالسينما علامات لا علاماته مش تتكرر اقول لك حاجه عامل للاستاذه دنيا سمير غانم مسرحيه اسمها انستونا قلبت الدنيا دي كسرت الدنيا وطالبينها دلوقتي في السعوديه ولما دخل حتى الدراما لما عمل رمضان كريم مرتين رمضان كريم رمضان كريم ده بقى لوحده بص موضوع وبقى اسطوره الشارع بقى يعني رمضان كريم المسلسل ده الاغنيه نفسها حتى بتاعت يعني ما بيعملش بتاعت الاستاذ حكيم كبرت الدنيا مين اللي كان هيغني الغنوه دي؟ الليسي ومعموله لمين؟ معموله لليسي قلت له لا انا عايز ان بس يا رب يوافق قال لي مين؟ قلت له انا نفسي حكيم قال لي يا ريت تعرف تيجي قلت له مالكش دعوه انت اللي جبت عليا الطلاق بالثلاثه من بيتي انا اللي قلت لعم احمد السبكي بقول لك ايه انا عايز الاستاذ حكيم يجي يغني الليسي رايح يغني برافو عليك الليسي رايح برافو عليك استوديو يغني قال لي يا ريت يوافق قال لي استعرف تغني بس انت ليه سبت الاغنيه دي؟ لا بس الاغنيه دي تعرف تقول كريم ليه؟ ازاي سبتها يعني؟ مش هسيب انا عايز انا عايز حكيم يغني الغنوه دي صوته فيها انا بص يا اخي الاغنيه دي بقت الكونة رمضان ايه ده يا ناس زي ياسر رمضان جاي رمضان جاي وهقول لك على حاجه انا كنت بفطر حكيم في رمضان قلت له قلت له دي بقت رمضان جاي وقال رمضان بتاع نجم نجم انا بالنسبه لي حكيم استاذ حكيم ده طبعا ده اسطوره عارف الجائزه بتاعت نوبل دي حقيقه انا لا والليسي كان عامل اغنيه الليسي كان عامل اغنيه مع بس على فكره انت كمان لو غنيتك كانت هتبقى حلوه لا بس هو يغنيها احلى لا هو طبعا حكيم انا بقول لك اهو الغنوه معموله لمين وعم احمد قاعد جنبي قال لي كلم الليسي كلمته قال له روح الاستوديو غني الاغنيه قال له لا انا هجيب حكيم يغني الاغنيه دي اصلا الليسي كان عامل غنوه مع الاستاذ احمد عدويه بقى خفه عوم في نفس المسلسل بس احنا بنسعى ان الحاجه تنجح لا بس الاغنيه دي يعني هقول لك على حاجه طب اقول لك على حاجه بقول لك ايه هقول لك على حاجه وربنا ما هتصدقها فيلم توام روح حسن رداد الرباعيات اللي جوه اللي مغنيها وتتر الفيلم بدايه ونهايه مين اللي جايب وائل جسار انا الليسي اللي جايبه لا والله العظيم امي والله انا اللي اتصلت بوائل جسار قلت له يا نجم العالم كلمني بعد اذنك تعالى لي انا عايزك تجي لي مصر قال لي طب معلش انا مش هنفع اجي لك طب ممكن انت تبعت لي اليس المزيكا بعت له المزيكا اقسم بالله غنى في الاستديو عنده في لبنان وبعتها لي المزيكا لعم احمد السكي وانا مش في الفيلم بس انا اهم حاجه حاجه عم احمد تنجح انت عارف يا احمد ابونا مش ابونا أبونا مش منتج هو مش منتج بس في حته فنيه كده عمي يعني طبعا بس بس ابويا يعني طبعا بس انا في ابوك بيقول لك اعمل لي حاجه مش تعملها له لا هتعملها طبعا الحته الفنيه دي ما انا فاهم يعني اغنيه رمضان كريم ما تتسكش ما تتسكش لو انا بغني بس هقول والله ما اديها لحد بص يا احمد بص يا احمد بس هي تنجح في صوت حكيم يا احمد هقول لك على حاجه في رزق حكيم نجم حكيم انا اسف ان انا بقول اسمه يا جماعه طبعا حفظ الالقاب ليه اسطوره ونجم كبير طبعا لازم عايز اقول لك على حاجه الاغاني شيء وهي بتتعمل وانت هو معلش يعني في مثل بيقول انت مغسل وضام الجنه لا طبعا انت بتعمل الحاجه وبعد كده دي على الله يعني سطلانه دي احنا عملناها واحنا كلنا مقتنعين ان هي عاديه ده كسرت الكوكب صح ولا غلط برضو رمضان كريم دي احنا سامعينها حلوه لا بس مش عارف هي هتنجح حلوه وتتر ونجوم المسلسل كله يا نيك هقول لك على حاجه برضو صلى على النبي انت فكرك انا اول ما كلمت الاستاذ حكيم وافق ايه ده فكر ما وافقش عمره ما قال انا عمري ما غنيت تتر مسلسل ما وافقش عمره صح ما عملهاش قلت له غلاوتي في قلبك يا بحر عشان خاطري
قال لي طب خلي هاني يكلمني والاستاذ زيزو يكلمني، راح مكلمني الاستاذ الكبير وسبحان الله كسرت الدنيا معايا. هم الاستاذ الملحن استاذ هاني فاروق، هاني فاروق وزيزو فاروق الموزع واسلام خليل الشاعر واستاذ استاذ خليل استاذ اسلام واحمد جوده كان مهندس صوت. اه استاذ اسلام خليل واستاذ احمد جوده مهندس الصوت راحوا مكلمينه وسمعوه واقتنع كسرت الدنيا كسرت العالم زيها زي رمضان جانا. انا هقول لك بقى انا اللي عامل غنوه جديده بقى ان شاء الله قريب جدا من اختيار محمد. انا فتنت على نفسي قلت للليزي قلت له انا عامل غنوه جامده جدا 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 بس نظرا للظروف اللي احنا فيها دي تدينا حته منها كده. طب لا لا خليها مفاجاه ولا اي حته كده يعني شوق الناس شوق الناس سيكا كده سد ودنك بعد اذنك مهما قالوا على الشموك وعف احبال المواد بالاونطه يعلقوك هيعملولك البحر طحين وحيقولولك انت في عينينا ويوم ما تغرق السفينه هينطوا منها ويسيبوك. الله كلمات مين الاغنيه؟ حلوه كلمات مين؟ اسالي محمد. محمد والله ما اعرف مين اللي كاتبها. وزع يومنا يومنا تحفه الكلمات حلوه قوي قوي. تيجي نشتريها منه؟ انا خدها يلا دلوقتي بزنس. انا دلوقتي ناس كتير انا قلت اعمل حلقه مع ليسي طالبين مني طلب عايزين يسمعوا موال من ليسي عينيا عشان فاكر الموال بتاع البت قالت لابوها بنت قالت لابوها يا بسطرنا مكسر فاكر ايام لسه مكسر الدنيا وعايز حد دلوقتي عينيا قالوا لي خلي ليسي يدينا واحد جديد كده بقى بتاع 2023 عينا ليلى ليل عينا ليل عينا ليلى ليل انا عملت صياد يا ناس وسيد السمكية طرحت شبك بحر الغرام طلعت لي بالنية امانة عليك يما ما تفرطيش فيا انا كنت ورده مفتحه وصبحتي مطفيه لا انا ببكي على مال ولا ببكي على عزوبيا انا ببكي على الزمن اللي باع واشترى فين. الله 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 ايه الحلاوه دي؟ الله ايه الحلاوه دي بجد؟ طلع انا شايفك مندمج انا عايز اسمع موال هسمعك حالا بس كان نفسي اقول حاجه قبل الموال ده كان نفسي غنوه من اغنيه تتحط في فوانيس رمضان فان شاء الله سطلانه دي طب صل على النبي هتبقى في رمضان اللي جاي ان شاء الله صل على النبي الفانوس اللي جاي وانا عارف طبعا من صحابي بتوع ان شاء الله بتوع العتبه واخواتي والتجار الكبار اللي بيسافروا الصين وبيعجبوا الفوانيس دول الغنوه الوحيده المحطوطه غنوه الاستاذ حكيم وغنوه سطلانه طب حلو اهو كده بقى اعرف كده اعرف اجيب فوانيس العيال وهجيب لك فانوسي حسن بيغني الغنوه خلي بالك يا احمد دي الحركه دي طبعًا. بتبقى دليل على نجاح على نجاح دي يعني كل ما امشي اقول رمضان كريم ف يا لهوي طبعا هي نجحه النجاح ده طبعا ده فلما اسمع بقى والله ما كان موافق والله ما كان موافق وقال لي لسه لا ماليش في المسلسلات عملش كده صح يا لسه قلت له انا نوبل يا نوبل غني يا نوبل الغنوه يا نوبل يلا بينا هو موال بقى يلا طبعا انت عارف انا مسؤول عني انا طبعا عشقي للفنان الكبير حسن الاسمر طبعا فبغني له على طول يعني على طول مدرسه يا ابني طبعا قول يا بيه وسالوني انا مين قلت لهم انا الايام خانتني وانا الليالي سهرتني والدمع سايتني الدمع سايتني انا مين انا مين انا مين انا مين انا اللي كل جروح الزمن مجروح انا اللي كل جروح ومن الزمن ايه الزمن هدني ولا حد بيوديني ولما اقول في ناس تقول الله
مستور الله اللي تايه على معزام سنة. أنا مين أنا مين أنا مين أنا مين؟ الله 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 عم حمدي مولك الحلو. يا خاين العهد انا سابوك وامك ونسيت ابوك في الكبر واسيت على امك ليه يا ابني تنسى ودادهم من بعد ما ربوك وصلوك في الصغر من كل سوء دي جنة الخلد بابا في رضا أمك. الله يا جدع يا جدع انت ايه يا عم انت يا عم حبيبي 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 انا عايز اعرف بقى نبدا من عند حسن دخلت الغنى ازاي دخلت الغنى ازاي عشان الناس تبقى عارفه بس كده البدايات دخلت برجلي دي مين بص اقول لك على حاجه ماليش دعوه اصلا بالمزيكا يعني ولا دارس مزيكا ولا اي حاجه بس وانا في المدرسه عمال اغني حاجات لعم احمد عدويه الحسن الاسمر انا بحب فما اعرفش انا موضوع ان صوتك حلو ولا وحش ولا تعرف تغني ولا تعرفش تغني انا ما اعرفش فاهمني فجيت قعد الموضوع يتطور معايا كده اهو فجيت في مره قلت ايه لا انا حاسس ان انا صوتي حلو انا اصحابي بيقولوا لي ان انا صوتي حلو وبطبل على الديسك وبغني وبتاع انا حاسس ان انا ايه انا الموضوع جاي معايا انا هجرب ايه هجرب حظي ابتديت اعمل اغاني يعني اغاني ايه محمد عبد المنعم بقى كان معانا ملحن وبتاع ابتديت اعمل ايه اغاني وبتاع على فكره انا كنت شغال شغلانه تانية خالص حاجه تانية خالص كنت شغال ايه بقى انا كنت شغال في اتصالات كان مدير في اتصالات يعني وبتاع وانا بغني كمان يعني وانا كمان بغني وكنت ولا رقم مميز بقول لك اي رقم مميز في الوسط هتلاقيه مني يعني نشيله من الحلقه فالمهم وانا في اتصالات برضو بس انا مش دي مش شغلانتي ان انا يعني اتصالات فقلت لا انا ايه انا هكمل في الموضوع التاني وربنا كرمني بعم احمد السبكي وعملت التدريب لا بس كنت ماضي اول حاجه خالص مع الاستاذ نصر محروس وما طلعتش وكانت اغنيه غمازات دي بتاعتي اللي مغنيها دياب ازاي الاستاذ وليد سعد الملحن هو اللي موديني اصلا للاستاذ نصر محروس وعملوا لي ساعتها غنوه اسمها غمازات طبعا كل حته دي كانت بتاعتي وكنت هنزل معاهم في شريط اسمه فري ميكس تمام كده اللي هو اللي نزلت فيه الاغنيه كان في بقى ساعتها بهاء سلطان وسومه وتامر حسني وتامر وكل الناس بس والحمد لله كملت بعد كده لقيت عم احمد السبكي بقى ربنا كرمني بيه وعملت الاغاني في الافلام بتاعت الليسي وسعد وربنا كرمني بقى ومشيت كملت طيب وليسي بقى بداياتك كانت في امبابه دخلت الوسط ازاي غنيت في فرح كده الناس كانت بتحبني قوي وانا بغني وكانوا بيجوني في المدرسه اغني كده وانا صغير كده بس انا كنت بحب المدرسه بقى انا ما كنت غاوي مدرسه الله عليك مفيش طفل بيحب المدرسه لا لا لا, لا 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 انا كنت غاوي المدرسه دي واروح العب وبتاع واهزر واضحك وكنت شاطر كنت في خمسه اول يا جدعان يعني نجم خمسه اول ده الفصل ده فصل متفوق يعني يا عبيد خمسه اول ده في المدرسه يعني مثلا ايه سنه خمسه رابعه اول ده فصل المتفوقين ده ساعتها شفت كنت وقتها ما كانش عندنا احنا انا الوحيد اللي حضرت خمسه وسته كان قبلي بسنه خمسه لوحدها وسته لوحدها المهم يعني كنت بروح المدرسه وطلعونا اغني وبتاع وخلونا اغني في اذاعه المدرسه وبتاع شويه قعدت طبعا مع بتوع المزيكا بقى اخواتي وحبايبي اللي علمني المزيكا دي طبعا وحفظوني المقامات والطبقات السيكا والبيات والنواند والعجم والصبا والكرد والعجاز والطبقات اللي هي دو دو ديز ري مي بيمول مي فا الكلام ده المزيكا حبه بقى مع اصحابي كتير اسلام السعيد بقى وعمرو السعيد وحماده الشاعر وعمي نشأة ابو اسلام طبعا على راسهم عمرو السعيد بتاع الدنيا زي المرجحه
ايوه عمرو عمرو السعيد ايوه اتعلمت بكده. وكانوا ليه اصلا رحت بقى جامعة قعدت عند عمتي اجازه الصيف كده فتره، كانت ليها لي مطرب من شبرا كده كان بيصيف جنبينا وقال لي بقى انت لازم تعرف الطبقات والمقامات، كان اسمه عني الباشا. عمري ما انسى الكلام ده ولا عمري انكره ابدا ولا واهلك ما وافقوا يعني وافقوا باللي انت عايزه؟ لا انا كان عندي اب لحد دلوقتي شيخ فمش هينفع ان انا اغني، ده كان بقى بينزل يجيبني من قفايا من الزفه، كنا نعمل زفه وقعده زفه ومسرح ما اعرفش مين من قفايا دي ينفعش وبتاع. هو حكايته كلها كان انا عايز شهاده يا ليس يعني ما ينفعش قوتك كلهم متعلمين تعليم طبعا وانت اللي طالع لي يعني فاشل شهادتك يعني. وروح بقى زي ما انت عايز اديني شهاده. وانا كنت طبعا كنت شاطر في المدرسه شاطر يعني اجيب لك الشهاده بس اصبر اصبر عليا انا لازم اسس من ستاتش. بس انت خدت الشهاده عليا؟ خدت شهاده؟ ما انا خدت الشهاده واديتها له. خد انت بقى بقى اسرح الدنيا. انا معايا بكالوريوس هندسه شعبه تكنولوجيا يعني الليسي مهندس يعني هو يعني بصراحه مش عارف ازاي بس يعني ماشي يعني. عم احمد لما قلت له ان انت مهندس ما كانش مصدق ولا عمره هيصدق ولا هيصدق. وانا كان شكلي عم احمد لسان حقوق. لا عم احمد بكالوريوس تجاره. يا محمد اللي حقوق احمد لا محمد تجاره محمد تجاره. المهم جت بقى ورحت طالع بقى شويه وباين في الحسابات اشتغلت في الافراح بقى شويه كده لحد ما ربنا كرمني خلصت الجيش. خلصت الجيش ورحت عامل شريط 2005 اسمه عصفورين انت بتحبه وده عصفورين هو ده مع بعضك ده. وبعدين رحت عامل ادم خلق النبي ده شريط يا رب يا رب كان في بيني وبينك كلام. شريط الثالث رحت عامله كان في ولد عم احمد سعد الصغير اتصل بيا الو يا ابن عمي ابو انت قلت له مين يا حبيبي؟ قال لي انا سعد صغير. قلت له في الايه طك محسوب واحد بيهزر احنا كلمني تاني يعني سعد اللي مشهور سعد كان نجم والليزي مش موجود انا فاكر طبعا انا فاكر سعد الواد ده كنت بسمع 2007 سعد مصر والوطن صح اتكلم عن الواد ده كان نفسي اشوف الليزي ده شكله ايه. انا بشوف شريط وكانت الصورة ما بقى مش فاهم كان واحد ما بعجر كده لا مش عايز اشوفه يعني وصوته كبير وهو صغير ولا هو شاب. انا كنت نفسي انا بقول لك عندي الشرايط لحد عشان كان بيقول الحاجات العاليه اللي انا حافظها. لا وكان منبه حاج عمر دايما حاج عمر بيتخانق معاه في البيت الله يرحمه الاستاذ عمر الله يرحمه الاستاذ عمر فوده. وبعدين سعد راح قال لي تعالى بس انا بكلمك انا سعد صغير والله المهم انت روح حاضر حاضر انت في ما تزعلش مني نجم وبتاع انا اسف انت اخويا وبتاع. قال لي لا 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 ابو انت ما تخافش. ولاد سعد قال بابي راح مكلمني تعالى ورحت رايحنا عند الاستاذ احمد عبد الله فين في الدقه الاستاذ احمد عبد الله كان فيلم كباريه كان فيلم كباريه فاكر سعد اللي جابني وما مثلش في الفيلم وما غناش وما غناش في الفيلم هو كان مكان دور ادوار كان ادوار ايوه ما هو عشان كان بيعمل دور الحقيقي. المهم رحت انا ايه رحت طالع عملت غنوه فلوس وانت دنيا في الفيلم طبعا كسروا الدنيا. وبعدها رحت خدت كام من سعد؟ لا عم هو بيقول لي ايه بيقول لي خلاص امضي على طول مش همضي. قال لي ليه يا ابني ما تمضي يا ابني فيلم يا ابني وسيما وانا مش عارف حاجه خلاص يا ابني سيما وبتاع والدنيا وخربان وقلت له يا معلم انا عايز فلوس. قلت له عايز 2000 جنيه 2000 جنيه وربنا سعد ما خده اتمطعت قوي 2000 جنيه خد يا ابن عم 2000 جنيه امضي بعد اذنك. المهم مضيت الفيلم كل ده احمد السوكي ما شافنيش الحاج ما شافنيش. المهم رحت للحاج اول ما شافني قال له مين ده هو شكله عامل كده ليه؟ قلت له بقى انت بقى يا عم سعد انت جايبني هنا للحاج يعني هزقني. قلت قال لي غني غنيت عم احمد اتسحر شفت اللي اتسحر غنيت له بس يا ليلي عين بس قلت يا ليلي عين بس واقسم بالله العلي العظيم ما احمد قال لي ايه ده؟ مالك اغنيتين في فيلم ما هو على فكره اغنيتين في فيلم اول مره دي مع عم احمد ما بتحصلش وفيلم تقيل كمان زي كباريه سامح عبد العزيز واحمد عبد الله ده انت بتهزر يعني يا نهار اسود كان الغنوه فلوس تدي تعلي توتي ايه ده جميله. المهم بقى من هنا شطحت بقى الدنيا. طب ولا عم حمدي طبعا هرجعك ورا بقى كتير يعني احنا لسه بنتكلم عم حمدي بقى ولا كتير ولا حاجه اسكت اليتيم والذئاب. لا ده اليتيم ده الذئاب ده فيلم ايوه انت عايز تعرف من بدايه منين؟ من ايه اللي دخلك الوسط اصلا يعني؟ لا انا كنت بغني على ارامينكا. ايه الارامينكا يا مؤمن؟ شفت بقى اله شبه اللي هي مشط واحد لجيرو مانير زي مكنه الخياطه كده وكان في واحد الله يرحمه اسمه عم احمد السباك كنت بغني معاه في الافراح وانا عندي 13 سنه. دي زي الاورج مثلا؟ لا هي شبه البيانو كده بس بتطلع صوت ايه؟ بتطلع صوت اكورديون رايح على صوت الاكورديون زي الارامينكا ما يهمكش من كلامه ابو عزه اللي مع عم احمد عدوي مثلا لا الارامينكا
دي كانت في فيلم ريو سكينة اللي غنى عليها المرحوم شفيق جلال. اوكي ماشي. هي دي. تمام. فتعلمت الغنى وبقيت احط اجندة في جيبي وقلم. الغنوة دي غنيتها منين يا عم احمد؟ النغمة اللي انا غنيتها دي يقول لي كذا من كذا، راح اطلع اجندة وكتبها وحطيتها. وطول الليله ذاكر. وانت بتعزف على الارمنكا دي؟ لا انا مش بعزف. انت بتغني عشان يخش يقول لي بتاع الارمنكا بس سكه عشان يوصل مني. اتعلم منه النغم البياتي والرزم والهواجو، اتعلم البدايه كده وذاكرتها بشكل كويس قوي. والاجنده ده بقى واسمع بالليل واشوف النغمه دي شبه دي واشبط الاغاني ببعض كده يعني. انت حابب هاوي هاوي تمام. بعد كده طبعا اشتغلت في اسكندريه، انت عارف ان انا اسكندراني. اشتغلت في اسكندريه 16 17 سنه، كنت حاجه بقى بغني في اسكندريه والاقاليم والدنيا تمام. بدايه بقى من 21 سنه كنت بغني بره مصر. لا النجاح في مصر الاول، انك طلعت وبقيت مطرب وبتعمل شريط تمام. كنت راجع من تونس. انت بتغني بره مصر قبل ما تعمل شريط؟ قبل ما اعمل شرايط. فكنت راجع من تونس وكان حسن قش صاحبي جدا كان بغني هو واخوه الحاج السيد الله يرحمه. فكان كنت وبنغني بقى في الاقاليم بقى مع بعض يعني، كانوا هم دويتو وانا بغني لوحدي. فكل ما اسافر تونس وارجع ارجع عليه هو، عشان هو كان مقيم في محمد علي يعني. فقال لي ما فيش حد قدامي لحن له غيرك، كل ما اقول لحد لحن لك اقول له يا عم روح ما فيش الا انا. قلت له على الله. فجالنا منتج وعم حسن قشش ده حته تقيله. طبعا طبعا يعني ملحن من الملحنين التقال بصمه. فجبنا كان حسن بقى عامل، كان طبعا صاحبي امل الطاير وانسان الله يرحمه طبعا استاذ امل ربنا يشفيه. فعملنا الاساتوك دي وغنوة الهندي من اول يوم اتفقت مع المنتج. ما هو الهندي دي بقى، ما هو باتشان ده جه من هنا ولا جه من بدري؟ لا من هنا، هو حسن قشش اللي سماني الاسم ده. حمد باتشان عشان الغنوة الهندي اللي هي كانت فاخر الشريط. كان بتاع باتشان ده مكسر الدنيا. لا لا انا وقابلته على فكره يعني. قابلته؟ في باريس طبعا. وقلت له اقسم بالله قلت له اسماعيل محمد باتشان ام سينجر اند اكترز. لا وما قلت له كده قال لك لا ده انا هقول لك على حاجه، هو نجم كبير قوي كده مش من فراغ. طبعا. لا مش عشان شكله جان. متواضع فوق ما تتخيل. طبعا. متواضع. اي نجم متواضع. يعني انا رايح اسلم عليه انا وقف. اللي مش متواضع هو اللي نص هو اللي مش نجم. نص العلي العظيم يا ليس اقسم بالله العلي العظيم، انا رايح اسلم عليه هو قاعد كده. رايح اسلم عليه قام وقف، بس طبعا فرق كبير قوي. هو طويل. لا فرق طول يعني. فكلمته يعني بتكلم اللغه الانجليزيه كويس، فكلمته حسيت ببهجه في وشه كده. اتبسط. ايه الجمال ده؟ ايه النجوميه دي؟ طبعا. قمة في البساطة. هو عارف واثق في نفسه، عارف انا هو نجم الهند الاول طبعا. تمام. نجم العالم. المهم صح. فعملت شريط الاساتوك ونزل الشريط. كان حسن ايه بقى بيفكر يبطل الشغلانة يعني، كان هو دوته هو الحاج السيد رحمه الله عليه، وكان بيفكر يبطل بقى خلاص انا عايز اقلب ملحن. فعمل الاساتوك وعملنا الغنوة الهندي، وقابلت المرحوم محمد المسيري خدت منه غنوة ثلاث ايام غايب. وبعد كده رحت بقى المنتج وداني عند ملحن اسمه مهدي خميس، عمل لي عجبت لك يا زمن يعني كان كوكتيل حلو قوي. الشريط ده كله خلص في شهر كله. قبل كنا في اخر رمضان نزل الشريط على العيد. ما بقيتش امشي في شارع الا واسمع الاساتوك. عملت بوم بوم. جيت بقى طبعا في اسكندريه وفي الافراح في الاقاليم عايزين الاساتوك. يلا ده انا مش ده لسه ما حفظتهاش اقسم بالله العلي العظيم زي ما بقول لك. فجيت القاهره حسن راح واخدني موديني المسك، قعدنا عند بتوع الشرايط جايب بقى معايا شرايط في عربيتي وبتاع بقى، اديله 10 شرايط اديله 5 شرايط كده عشان يحط الشريط فيه يحط الشريط على الوش على الكاسيت. بعد كده بقى الموضوع خدوني جابوني بقى اشتغلت في شيراتون القاهره. كنت انا وليد توفيق. طبعا تمام نفس الدفعه. قعدنا بتاع 3 شهور كده وانا بدات اسافر بقى بره تشتغل بره. اغني بره حفلات بره. وكانت بقى خلاص وخلاص جيت تاني شريط انا هدخل اصلا 100 100. طبعا كنت بعمل مسرحيه مع المرحوم سيد زيان والمرحومه سعاد نصر
وفات خليل قنوات خلاصه الله سوي مين، فعملت يعني الغنوه بتاعت قنوات خلاصه ليه المسرحيه بس كسرت الدنيا دي، فرحت نازله في الشريط ورحت عامل عليها اعلان سافو. ايوه دي وعملت عليها غنوه كلبي لسه عملت الغنوه من ضمن الخطط برضو. بقول لك ايه، خد عم محمد نفسه معايا، لازم استفاد لازم استفاد. عملت فيلم اليتيم والذئاب، غنت معايا الاستاذه الهام شاهين والمرحوم حسين الشربيني، مستخبي انكشف السر بني امه. انا اكتشفت انه حاطط المويل في جيبه. يا جدعان والله العظيم انا بعمله، بس انا مش بحبه كده يعني. عندي انك يا عم حمدي بعد اذنك اتفضل يا بابا. احنا خدنا الاغاني دي، احنا خدناها. لا هو يغني فيها، وانا هو يغني صوتك، لا هو يبني عليك، هو يجي يغني فيها. انا مش هعملها لا، خلي بالك انا مش هينفع. بص ربنا خالق كل واحد فينا في الصوت بالذات ليه بصمه، مهما يكبر في السن صوت ليه بصمه. وانت مغمض كده تعرف مين صح؟ عدويه صح؟ عدويه عدويه صح؟ استاذ عبد الباسط حموده، طارق الشيخ، مجدي طلعت، عبد الاسكندراني، هم دول ليهم بصمه، ربنا خلقهم بصمه. فمش هتنفع تجيب واحد يقلد عم ياخد ياخد مكان حد بالظبط، مش هينفع. وكمان كويس ان هو عايش والله اكبر وبصحته وصحته لسه والحمد لله، وشكله زي ما هو حلو، هناخده للحبيب للحبيب. طب بما اننا بنتكلم على خطط الليسي، طب لو انا ما لعبتش بالكارت الكسبان، بما اننا نتكلم على خطط الليسي، كل واحد فيكم اكيد بيسمع مزيكا مش غير اغاني، يعني اكيد طول الوقت كل واحد فيكم هيختار اغنيه مش بتاعته عجباها السنه دي يسمعها من اي حد ويغنيها. يعني انت اغنيه اللي لا 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 في ودنك بقى لك كام بتاعت اي حد غنيها، ما تقوليش ايه هي، امسك المايك وقولها لي. بس انا برضو لو عجبني غنوه حتى لو بتاعت ليسي يعني او براحتك، بس مش بتاعتك يعني، بس مش بتاعتك، بس سيبك بتاعت ليسي يا عم عبد، عشان ما نبقاش ايه من القعده فيها مجاملات. لا قول لي اي حاجه، انا عجباني غنوه عنده وعايزه خلاص، كنت انا هغنيها. لا هيعمل خطه عليك وهياخد جانب عم سيبك انا كمان. لا لا خلاص هيعمل خطه. لا والله لا لا ابو علي حبيبي، اصل احنا بنسرق سوا. طب يلا يا ليسي امسك المايك بقى كده وقول لي اغنيه بس مش بتاعتك، بس اليومين دول ما تقوليش حاجه قديمه. لا مش قديمه قوي يعني. لا يعني اليومين دول حد اليومين دول يعني اكيد بقى الناس كلها بتغني. انا جاي بتقول نفتح باب لسنين مقفول، معلش ما فيش في ايديا حلول تنفع ترديك بأمانة مين، افضل هنا حتى دقيقتين يا تقيل على قلبك نفس جوابي طير حواليك، لو جاي في رجوع انساني شوف لك موضوع تاني، ارجع انا ليه اللي اذاني بمرتي. الله 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 تحفه. خلع بص انا انت بس انت بتقول السنه دي يعني حديثه يعني مش حاجه اللي ما تقوليش حصل الاسمر يعني. لا لا الحديث دوت يعني يعني انا مثلا عاجبني غنوه مكسره الدنيا برضه إيه بعد سطرانه وسمعها لا اصل هي حريمي مش هتغنيها يعني هتغلب ايه. طب يلا يلا مخصمه ابعد عني انا مش طايقاك وابني مش عايزه ابقى معاك ما توريش وشك تاني. دي المدام الغنيه بقول لك ايه، انا بحب الغنوه دي جدا جدا جدا، دي انتاج اخونا الاستاذ سويد انا بحبها جدا حبيبي. وهقول لك على حاجه ونجحت معانا يعني سطرانة دي ناجحه وهي دي ناجحه برضه مكسره الدنيا. فدي يعني انت قلت لي انت عايز بتغنيه بتدندنه وتقعد تدندن مخصماك ده المدام بتدندن. لا انا بدندن لكن انت مخصماها لكن لا انا بدندن حصل الاسمر وعدويه وكده القديم يعني الدندنه القديم. طبعا محمد سمعت ايه جديد كده كلمه؟ لا انا يعني ما بديش ودني كتير لل الجديد ماليش فيه قوي. حاجه بحبها قوي لبهاء سلطان. ايوه الله. ايوه بقى الله. ايوه بقى انا من عشاق بهاء سلطان. ده العشق ده. يا ترى يا حبيبي يا ترى انت فين يا حبيبي يا ترى عامل ايه يا حبيبي يا ترى قريب ولا بعيد ولا حزين ولا سعيد ولا فاكر سنيني ولا قلبك نسيني ولا الحب زاد ولا البعد
خلى الغرام وقال يا ترى يا حبيبي يا ترى أبعد وانساك ولا استناك ولا راجع لي تاني ولا غيري خد مكاني ولا الحب زاد ولا البعد خلى الغرام وقال يا ترى يا حبيبي يا ترى سلطان طبعا بما ان القعده دي لو قعدناها 100 ساعه مش هنشبع طبعا هنشبع ولا الناس هتشبع احنا مبسوطين قوي بيكم نورتونا ختام السنه وسنه جديده كده تبقى على خير ومعاكم ان شاء الله وبما ان انتوا اهم اغنيه اتعملت السنه دي كانت سطلانه نقفل واحنا بنغني سطلانه مع بعض يلا بينا سطلانه سطلانه لنا سطلانه سطلانا سطلانا لنا سطلانا يا دكتور شوف لي تصريف ابوس ايدك اكتب لي رشته انا جوايا حته نظيفه خدها ارميها في اي حته انا نفسي اقطعها نفسي اقلعها زي ما بقلع عيشك كتاب يا حب محدش نفعنا قفلت الدكان اوه سطلانا سطلانا لنا سطلانا والنبي تديني يا شيف ايوه حب الدلع في رغيف ايوه والنبي تديني يا شيف حب الدلع في رغيف علشان اشبع من الفرحه واوفر المصاريف عماله الدنيا تلف تلف ومرقصانا اوه سطلانا سطلانا لنا سطلانا يا نفسي خليكي في نفسك يا اما هتبقي الغلطانه ويا احساساتي هفضل حبسك احسن تجري علي اذانه خدت العلاجات وما خفتش اعصابي تلفانه اوه سطلانه سطلانه لنا